بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء المشي مع الإخوة من فريق الحاقر المسير الحر 7 تقبع الإخوة الكرام باسم الكريم الأخ يوسف، ألاحظ أحيانا في بعض أماكن طرق المشي وناس قد رموا يعني مخلفات المصانع وما شابه ذلك، ما الأضرار التي تلحق بالبيئة من مثل هذه التصرفات؟ والله هي أضرار كثيرة، نعم، منها للحيوان ومنها للماشي بشكل عام، نعم، المسيرة، نعم، في ألواح هي مسامير تأثر بها الحيوان والإنسان، نعم صدقت، وغير أن تشويه للمنظر العام، فما في داعي، لكن أصبح الحين ما أحد ما واعى بالأمور، نعم، لكن ما قال لا حياة لمن تنادي، أنت أقل شيء رايح مسيرة تمشي، نعم، عندك زجاج ما غفش ماء البلاستيك، أيوه، خلص درميتها. هذا مو معنى في إنسان ما فاهم، فاهم كل شيء، ما حما فاهم الله يجزنا، نعم، لكن بس إهمال منهم يعني. إهمال منهم. ما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ نصيحة الله بمعنى أنهم يعني صبح ما حما يعرف هذه الأمور، ما في داعي يعني. أنت غرش خلصت حطه مخباك أو عندك شنطة حاوي عندك حطه في الحاوي، نعم، أقرب مكان زبالة ارميهن، نعم، ما تأخذ يعني ما تقول حمل عليك. نعم، جزاك الله خير، سعدت بالحديث إليك، بارك الله فيك وفقك الله.